السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالي؟ الحمد لله تمام. عرفيني باسمك؟ سهام عادي. سهام، تحطي باسورد لتليفونك؟ ليش؟ أكا أكا. ليش أكا؟ من ال على الجوال. يعني في حد بيفتح تليفونك يفتشه أو يلعب فيه أو؟ لا. ها الأطفال يلعبوا بالألعاب. أيوة. طيب اختاري لي من رقم 0 إلى 9 رقم محبب لك. من 0 إلى 9؟ آه. اثنين. ليش رح بالرقم 2؟ مدري. طيب نفتح آخر مكالمة معاكي. ضيع التصل. تتصل الآن. تتصل سلمى. ما علينا، ثلاثة. اشغلي سلمى، نعطيكي فرصة ثانية. شوفي آخر مكالمة قبل سلمى. إذا آخر مكالمة نهايتها 2 تكوني فزتي معنا ب10,000، بس ما بتاخذيها إلا إذا فزتي بالمرحلة الثانية 10,000، تكوني فزتي ب20. اثنين. حلو. معاكي غادة. غادة نهاية رقمها 2 وهي اختارت رقم 2. حافظة رقم ماما؟ لا. ليش؟ حافظة رقمي. لا نشتري رقم ماما. مش حافظة رقم أمك؟ يا عيبة. حافظة رقم أبوكي؟ لا. يا عيبة. لا أبو هولم. حافظة رقم أختك؟ أيوة. أخوكي؟ لا. مع السلامة. نشوف غيرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام. عارفينا باسمك؟ حنان بدر. حنان؟ إيمان. إيمان. اسمك؟ اسمها؟ توتو يقولوا له. توشي؟ توتو. أيوة. اسمك توتو. طيب أنا بسألك سؤال وإن شاء الله تفوزي معنا بالجائزة. توتو زعلانة، مالها زعلانة؟ مالها ضبحانة، ضيقنا عليك ولا إيش؟ من أول أنت هادية. اختاري رقم من 0 إلى 9. 5. 5. افتحي آخر مكالمة موجودة في تليفوني. خالتي. كم نهاية رقم خالتو؟ 141. آخر رقم؟ واحد. أنت دارية لو كان آخر رقم 5 كنت بتدخلي معانا وتحصلي على 20,000. معك تليفون تنقرب حظك. اختاري رقم من 0 إلى 9. 6. افتحي لنا آخر مكالمة. نشوف كم. 6. برافو عليك. آخر مكالمة كذا، افتحي لنا آخر مكالمة. حلو. آخر مكالمة خالة 6. طيب أسألك سؤال. حافظة رقم الوالدة؟ لا. مش حافظة رقمي. عيب رقم أمك. ما حافظت رقم أي أحد. ليه؟ كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ فارس عبد الحكيم محمد أحمد من محافظة لاحق مدير. حياك الله أخي فارس. إيش سوي هنا في الطيارة؟ والله رايحين للعمل في سقطرى. ايش تشتغل في سقطرى؟ اشتغل مجال البناء والنقارة. يعني بناء؟ بناء. الله يوفقك ان شاء الله. كيف البناء هناك في سقطرى؟ الحمد لله ماشية معانا الامور، الحمد لله، لله الحمد. طيب انا ايش اسالك سؤال بالامانة كذا وحق ما احنا اخوان، تليفونك كم يتفتش في البيت؟ يتفتش تليفوني عادي على اي وقت وانا فاضي، نفتش انا والحرمة عادي. مش انت وهي تفتشوا معك؟ عادي ما في مشكلة. قلها تعالي يا حرمتي نفتش مع بعض. عادي ما في مشكلة. يو والله ما في مشكله. ما مسكتكش متلبس ابدا؟ خالص الحمد لله. وفي الله يعلم لما تسافر. لا الحمد لله. طيب لما تسافر كيف تفتش؟ لما نسافر هذا امر بيني وبين الله، ما تدري. صحيح، الله يوفقك. طب احنا معنا فقره باسورد عليها 20,000 ريال، نريدك تختار لنا رقم من 0 الى 9. 6. رقم 6. افتح اخر مكالمه موجوده معك. لا قبل نشوف على الطايره. قبل ما اطلع طايره اتصلت لك؟ نعم. او هي اتصلت لك؟ لا انا اتصلت. أيوة. إذا نهاية الرقم كم؟ 6. 6. نعم. حلو. وليش مسجلها بهذا الاسم؟ هذا ابني. ليش ما تدلعها شيء تسجلها باسم دلع؟ اسم الابن. اسم دل دلعها ببلاش بقول له لا اسم الابن. حافظ آخر 3 أرقام أخيرة من رقم أبوك؟ نعم حافظ الرقم. كم 3 الأرقام الأخيرة؟ 3 2 7. 3 2 7 موجود في الجوال؟ أيوة إن شاء الله. طيب نفتحه ونشوف إذا 3 2 7 هو الرقم الموجود، قد يكون فائز معنا في باسورد. الوالد 3 2 7. 3 2 7 وفي الوالد كمان فوق 5 8 9. 7 7 1. 7 1. 3 7 7. إذا كم منه؟ 3 2 1. 3 2 7. مالك؟ 3 2 7. ليش يدك ترتعش؟ طيب ما الطيارة. من الطيارة. أنت ترتاح من الطيارة. من الطيارة. السواق الكريم. فارس عبد الحكيم محمد أحمد. إذن أخي فارس يكون فائز معنا ب20,000 ريال من باسورد هنا من طائر السعيدة اللي موجودين صفقوا له. المبروك. يعطيك العافية. يلا يعطيك العافية يا عمال. شكرا.